قياس يقول لك الجيش تحت إمرة الرئيس، الأمن تحت إمرة رئيس الحكومة. يوم 25 كان صارت تحركات، شنو مصير البلاد؟ لا سمح لي، الجيش تحت إمرة تونس والأمن تحت إمرة تونس، فماش هذا تحت هذا وهذا. الشارع التونسي يتصرف فيه المؤسسة الأمنية، إذا كانت تستعين المؤسسة الأمنية بالمؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية هي باش تمشي بناء على المخطط الأمني، فماش مؤسسة عسكرية باش تجي تحكم واحدة. وأنا أقول لك حاجة، فما برشا يعتقدوا اللي المؤسسة العسكرية تحت سلطة الرئيس، مشكل، هي نظريا تحت سلطة الرئيس. بيكون الرئيس خرج وقال أنا هو الرئيس، يقولش يحب كل القوات الأمنية. لا هو يقولش يحب، لكن أنت عندك اليوم حتى المؤسسة العسكرية هو مش صحيح. انت اوامر بتاع الامنيين وهذا ما تقالش، الامني كفي وين يجي امر، شكون يعطي امر في شكل ملحوظات ومكتوب؟ رئيس المباشر والرئيس ورئيس وزير الداخليه ورئيس حكومه، مش رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عمره ما يبعث مراسلات وزير الداخليه يطلبهم باش يعملوا حملات امنيه ولا كذا. الرئيس قال لك غلط الشعب، هو ما يحكم كان في الجيش. لا نحكي لك كان عمليا الاوامر تجي من عند وزير الداخليه مو عند رئيس الحكومه، في معناها احتياطات امنيه، في معناها حملات امنيه كذا، الرئيس عمره ما يبعث.